يجوب العراق بحثاً عن المبدعين الصغار متعاوناً مع مبادرة Coding for Kids Iraq في رحلة سندبادية تعليمية لدعم أطفال 18 محافظة عراقية. إنه المعلم علي الزبيدي الذي يحاول دعم الطلاب في القرى والنواحي العراقية في مجالات عدة، منها المهارة البرمجة واللغة الإنجليزية لتطوير الأطفال وتهيئتهم للمستقبل. مع مدير تربية المثنى في ثانوية المفاضلة. اليوم هنا حتى نمكن الفتيات والطالبات في مجال الـ STEM Education. من بغداد نرحب بالمعلم علي الزبيدي. سعد صباحك أستاذ علي، وما هذه البادرة والفكرة الجميلة جدا وهذه الرحلة السندبادية؟ أول شيء أبغى أتكلم عن اختيار هذا الاسم، وأيضا هذه الفكرة كيف جاتك ولماذا حملتها على عاتقك؟ صباح الخير عليكم وعلى مشاهدين قناة العربية وعلى برنامجكم المبدع. بصراحة من كنا أعمارنا صغيرة كنت محب للكرتون المشهور السندباد. السندباد كان كثير الرحال كان، فحبيت أنه أطلق مبادرة اسمها رحلة السندباد التعليمية. حلو. اللي هي أنا كنت أحب أكتشف المحافظات العراقية، لكن هالمرة حبيت أنه أكتشف المحافظات العراقية مو زيارة عادية، بينما زيارة هي هم زيارة وهمين جانب التعليمي. لهذا طلقت رحلة السندباد التعليمية اللي تخص فئة مهمة جدا وهم طلبة الابتدائي والثانوية، لتمكينهم في مهارات البرمجة والعلوم المختلفة اللي هي نطلق عليها الستيم ايدوكيشن. حلو، يعني أنت هدفك أنك تبحث عن الأطفال الموهوبين، تدعمهم خصوصا في مجالات متطورة ومتقدمة منها البرمجة. هذا الموضوع ما هو سهل أن يقوم به رجل واحد، يعني أنك تسافر وتبحث وتقدم، أيضا الدعم المادي يعني يحتاج لي كثير من الأشياء، فكيف قدر تتغلب أو تتخطى هذه التحديات؟ حقيقة أنه علي الزبيدي مو هو الشخص الوحيد بهاي المبادرة، لكن كأكو ناس نحن نصيحهم خلف الكواليس اللي هم أمنوا بفكرة تطوير الصغار في مجال البرمجي وإعداد جيل متهيئ إلى الوظائف الحالية ووظائف المستقبلية. كنا نعرف اليوم إحنا ليست الشهادة الجامعية هي المتطلب الوحيد، بينما المهارات، لأن الوظائف الحالية والمستقبلية اختلفت متطلباتها نظرا إلى التطور الحاصل في مجال التكنولوجيا. اليوم أكو جهات مشكورة أنه سندت علي الزبيدي وسندت مبادرة Coding for Kids. مثلا خلينا نتكلم على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على وزارة التربية، على شركات الاتصالات والانترنت، كثير ناس اكو داعمين. حلو. لهذه المبادرة. لهذا احنا اكو دعم لوجستي، واحنا بالاضافة اكو دعم معنوي. الدعم المعنوي هم راح يعطينا هذا الموتيفيشن وهذا الحافز اللي قدرنا نوصل اليوم 10 محافظات عراقية، بعد عندنا 8 محافظات ان شاء الله. طبعا احنا ركزنا على المدارس الحكومية في القرى والارياف، ليش؟ حتى يكونون مواكبين ويا اقرانهم اللي هم دا يقدرون يطورون نفسهم بهاي المهارات. اليوم احنا نكون سند إلى وزارة التربية العراقية حتى نكون دائرة متكاملة في تهيئة هاي المهارات المطلوبة في هذا المجال، في مجال البرمجة والستيم ايدوكيشن. يعني صراحة فكرة نبيلة جدا ورحلة سندبادية رائعة في محافظات العراق، وأنا أكيدة أنه خلال هذه الرحلة أنت إلى الآن ذهبت إلى 10 محافظات، ما الذي فاجأك بفئة هؤلاء الطلاب؟ هل هم مهتمين بهذا المجال والذكاء الاصطناعي والبرمجة وغيره؟ هل وجدت كشفت عن مبدعين وموهوبين في هذه المجالات؟
ست اكو شغله هي احنا نصيح لها قصه نجاح. اني ككودينج فور كيدز هي بدت من قصه نجاح اللي هي كانت ابني مصطفى. ابني مصطفى لما بديت انه كان يستخدم كثير الحاسب، كان عنده مضيعه بالوقت، قدرت انه اطوره في مجال البرمجه، اطوره في الاستخدام الصحيح للحاسب والتكنولوجيا، اخليه شلون ممكن يستثمر وقته بشكل صحيح. اليوم مصطفى الثاني متوسط هو يكون داعم لي، وهو يكون كان يعني يقدم الشرح للاعمار الصغيره، للاعمار الاقرانه، هو يساعدني في تهيئه الكورسات وفي تهيئه الورش العمل. بالاضافه لهذا انا حبيت انه ما تختصر مبادره كونكت فور كيدز على فقط على مصطفى، بينما انا اريد تكون خاصه لجميع خلينا نقول طلاب العراقيين واطفال العراق اللي احنا نصيح لهم. جيل الفا هو جيل الولد ويا التكنولوجي. مزبوط. فحبيت انه تكون هاي المبادره شامله بكل الطلاب الموجودين في 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 العراق. جميل جدا. هذا كان الحافز. خلال زيارتي للمحافظات كثير اكو مواهب عراقيه، كثير احنا لما نسمع قرى وارياف لا بالعكس، انه هذول الطلاب فقط احنا نحتاج نوفرهم البيئه الجاهزه، كلهم مبدعين. صح اكو تحديات بالنسبه لي، لان انا احتاج كثير دعم حتى اقدر اوصل اكثر عدد منها من هنا، وتجهيز مختبرات متطوره، التنقل، الدعم المالي، فاكو مواهب عراقيه وان شاء الله القادم افضل حتى أكيد. احنا نكون مستمرين على تطوير هذا، نخرج جيل مستعد لبناء عراق جديد. يعني نتمنى الرحلة السندبادية لا تتوقف وتكمل مسيرتها. كل التقدير والشكر لك المعلم علي الزبيدي من العراق.